خالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في تواصل أشواطي صباحي هذا اليوم مع سن الإذاعة، انتهى شوط الإبكار المحليات بالأثارة والتنافس، وانطلق بحماس آخر شوط المهجنات وهو الشوط الثاني في أشواطي صباحي هذا اليوم. يحمل الإذاعة الإبكار المهجنات الأصايل، يحمل شعارات أبناء القبائل في أرضية ميدان المرموم عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النغل الحي والمباشر في هذه الأجواء الماطرة، في هذه الأجواء الجميلة والرائعة في هطول الأمطار. اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة. انطلق الشوط وانطلقنا مباشرة مع المركز الأول، نسير مع المقدمة، نتقدم ونرى السيطرة. السيطرة على المقدمة والمركز الأول في هذه الانطلاقة، شعار سعيد بن مطر الرميثي يتقدم شوق شوق أو شوقه على مقدمة الشوط اللي تندفع، بينما التغيير من بن منانة يغير إلى مقدمة الشوط وتقود هذا المسار. غب سعيد بن منصور بن سعيد بن منانة يقدم غبه مع هذه الانطلاقات. شواق في المركز الثاني، سعيد بن مطر الرميثي. المركز الثالث، الدان عبد العزيز بن سيف بن كليب على ثالث المراكز. ناخذ المركز الرابع وبنلقى في رابع المراكز الباهية على المركز الرابع، سالم بن علي بن خميس العويسي يتقدم على رابع المراكز. المركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الآخر، تتدخل وتتقدم في هذه اللحظات الدرعية يقودها راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي. المركز السادس في هذه اللحظة، المركز السادس تقدمت فيه ورود ومنصور بن سعيد بن منانة في هذا الاندفاع والانطلاق مع ورود في هذه التحديات. ولكن شوف الدخول في هذه اللحظة، الظبي راشد بن خليفة بالمرة النيادي يقدم الظبي على المركز الثامن. أما المركز التاسع في غادة، في المركز التاسع أحمد بن سعيد بن منانة، والمركز العاشر في هذه اللحظة هذه مزون حمدان بن سعيد بن يابر، هذه تتقدم على عاشر المراكز. شوط المهجنات يحمل أسماء صالت وجالت، يحمل كذلك تحديات وأثارة حاضرة في ميادين السباق. في هذه الانطلاقات قدمت إنجازات في هذا السن، في سن الإذاع في هذا العام، وقدمت في العام الماضي كذلك في سن اللقاية. انطلقت بإبداع الإذاع، بإمتاع الإذاع في هذه الانطلاقات، الأجواء الجميلة والرائعة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. نسير ونعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى، تتصدر القائمة وتقود المشاركات والمنطلقات في هذا الاندفاع. بن منانة على رأس الحربة، بن منانة على المركز الأول، وهذه غبة، هذه غبة منصور بن سعيد بن منانة تتقدم في هذه اللحظات مثل ما تقدمت مضمونة في شوط المحليات. تتقدم غبة، استعداد باين من بن منانة، استعداد باين وملحوظ في هذه الأيام الجميلة، أيام المهرجانات والتحديات. في هذا الانطلاق يأتي المركز الثاني ويتقدم عبد العزيز بن سيف بن كليب، يقدم الدانة كذلك من الأسماء الجميلة والرائعة. المركز الثالث، ثالث المراكز، وهذه الظبي راشد بن خليفة بالمرة النيادي يتقدم أبو خليفة كذلك مع هذا الاندفاع.
المركز الرابع الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي يتقدم على المركز الرابع. هذه الرباعية الجميلة، هذه الرباعية الرائعة، الأربع المراكز الأولى اللي تتقدم اللي تندفع حاملة كذلك هذه الأسماء، حاملة هذه الانطلاقات في هذه الأجواء التي تأتي بكل ما هو جميل بشاير الخير وهطول الأمطار في المرموم في هذا الصباح. اللهم انفع به البلاد والعباد في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. أعود مع هذه الأسماء، أعود مع هذه الأثار الحاضرة في ميدان المرموم المنطلقة مع الأربع المراكز الأولى. أعود إلى قبة مع بن منانة على مقدمة الشوط وهي تقود المسار وتندفع بالمركز الأول بهذا الاندفاع والانطلاق. يقودها منصور، منصور يا مكان النصر، منصور بن سعيد بن منانة، ولكن شوف التحرك، شوف التحرك من قبل الدرعية. بن دليوي بن دليوي غيرت الدرعية إلى المقدمة، راحت بركب المقدمة بالمركز الأول إلى الهباب، إلى الهباب من المرموم إلى الهباب. الدرعية ما شاء الله في انطلاقتها في تحدياتها. راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي بينما المركز الثاني يتقدم النيادي، يتقدم راشد بن خليفة بالمر النيادي يأتي على المركز الثاني على ثاني المراكز بهذا الاندفاع. هناك المركز الثالث غبة، غبة تأتي منصور بن سعيد بن منانة، وأيضا التحرك بدأ من ورود ورود ورود. منصور بن سعيد بن منانة كذلك تحركت بأداها الجميل بانطلاقتها الرائعة. الله 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 يا هذا الشوط، الله يا التحديات، الله يا الأثار. وشع هناك دخول اسم جديد وصلت في هذه اللحظات، مضاوي 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 خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري يقدم مضاوي، وسالم بن علي بن خميس العويسي كذلك يتواجد ويقدم هذه الانطلاقات. ولكن وين بن دليوي؟ هناك الدرعية، الدرعية ما شاء الله، الدرعية انطلقت بالمقدمة. شوف الأجواء وشوف الرقص الجميل اليوم، شوف التحديات هنا في أرضية هذا الميدان مع الانطلاقة مع المركز الأول في هذه الانطلاقات. الدرعية، الدرعية، راشد، راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي، بن دليوي على المقدمة، ولكن بن منانة، بن منانة يقدم ورود 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 ورود. منصور بن سعيد بن منانة تتقدم على المركز الثاني بانطلاقتها، والمركز الثالث اللي فيه مضاوي خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، ولكن عودة، ولكن عودة يا للدرعية وورود، الدرعية وورود مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول في هذا المسار، في هذا الانطلاق، في هذا الشوط. الدرعية ورود قادمة، الدرعية اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. الدرعية ولا ورود؟ ورود ولا الدرعية؟ الدرعية ولا ورود؟ بن منانة ولا بن دليوي؟ بن منانة ينتزع المركز الأول ورود، المركز الثاني راشد بن سهيل بن دليوي، المركز الثالث مضاوي لخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، والمركز الرابع لحمدان بن سعيد بن يابر، والخامسة على ما أعتقد أنها رقم اثنين محمد بن عبيد بن عمير الاكتبي، يذهب صح الكلام. عموما على كل حال بنعود إلى التوقيت الزمني لورود للمرة الثانية، مثل ما قدمت مضمونة هناك شوط المحليات في الإذاعة، قدمت ورود شوط المهجنات. منصور بن سعيد بن منانة تهانينا لسعيد بن منانة، دعم هذا الشعار وخلف كل هذه الإنجازات. عطني التوقيت 9:07:03 من الثانية، تهانينا منصور بن سعيد بن منانة على هذا الفوز والناموس.